ثم قال: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي أن هذه الأرض لن تستمر زينتها عليها، بل إن الله جل وعلا قد قدر لجميع ما في هذه الأرض أياما تزول زينة الناس فيها، وبالتالي يجعل الله ما عليها صعيدا، أي خاليا ليس فيه شيء من هذه النعم، جرزا أي حصيدا زائلا.